في هذا الفيديو راح نشرح لكم التطبيق تاع سويت كون كيفاش تربحوا منه رابيدمون وكيفاش تجبدوا الدراهم منه وتحولوهم للسي سي بي تاعكم وتخرجوا دراهمكم دينار. قبل ما نبدا الشرح اول حاجه لازم تكونوا دايرينها وهي انكم لازم تكونوا عندكم كونت باي بال. اللي ما عندوش كونت باي بال راني داير الطريقه كيفاش تفتح كونت يعني بالديتاير عندي في الكونت انستغرام. دخل عندي في الانستغرام في هذا لا فيديو اللي راكم شايفينه افتحوا كونت باي بال وتكملوا هذا لا فيديو. التطبيق تاع سويت كون ولا التطبيق تاع المش باش تجبد منه درهم عندك زوج طرق. الطريقة الأولى هي أنك تمشي ولا كل 1000 خطوة ديرها التطبيق راح يمد لك واحد عملة خاصة بالتطبيق. كي تجمع 20000 عملة هذيك 20000 عملة تدخل الماركت بليس تاع التطبيق سويت كون وتشري 1000 دولار، معناتها 20000 عملة تجيب لك 1000 دولار. أما الطريقة الزوجة هي عن طريق لانفيتاسيون للريفرال لينك، يعني على كل 100 شخص تانفيتي التطبيق راح يمد لك 10 دولار هدية، ولا انفيتيت 10000 شخص راح تقدر تجبد 1000 دولار، يعني 18 مليون بدراهم. والطريقة الزوجة هي الطريقة اللي راكم راح تربحوا منها رابيدمون. أما الطريقة الأولى تاع يعني غير تمشي بركولي با راكم راح نطولوا بزاف باش تجمعوا منها دراهم وتخرجوهم. ننصحكم أنكم تطبقوا الطريقة الزوجة هي أنكم تانفيتوا الناس كوبيو الريفيلر لينك تاعكم تبعثوهم للناس انستالو لابليكاسيون وعلى كل 100 شخص راح يعطيكم 10 دولار. اللي يحمل تطبيق ليكيب يحملوا من الرابط تاعي اللي راه في البايو هذا وين هي يعني لا بغيتو بيان سير. ولا مبغاش يتحمل لكم التطبيق بدل البلاد تاع بلاي ستور ولا تاع اب ستور بدلها للامريكان وعاد ايسي تيليشارجي التطبيق وان شاء الله راح يتيليشارجي لك رابيد. بعد ما تسحب الدراهم من التطبيق الباي بال تاعك تدخل للفيسبوك ودير باي بال الجيريا راح تلقى تما كوميونيتي كبيره تاع لي زالجيري اللي يستعملوا باي بال راهم واجدين باش يدوا لك هذاك السلطه باي بال اللي يبعثوا لك تطبيق تاع سويت كون ويبعثوا لك دراهم في السي سي بي ولا يجوا لك عندك الا كانوا ساكنين قريب ليك ويعطوهم لك دينار. ان شاء الله هذا الشرح لي كيبيكم يعجبكم يعني كان خفيف ما بغيت ندير لكم بالديتاي باسكو تيك توك ينحي لي لا فيديو مي بغيش هذا جور تاع لي زابليكاسيون. واللي ما عندوش كونت باي بال يدخل عندي الانستغرام يفتح كونت باي بال ويتيليشارجي التطبيق وان شاء الله قاتل تربحوا منه.